السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اكس اخبار تي في، القناه التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله على اخبار شبيبه القبائل. كما راكم تشوفوا يعني موعد وتوقيت مباراه شبيبه القبائل ضد شبيبه التيارت، يعني اللي رايحين يلعبوا ان شاء الله يوم الجمعه 25 نوفمبر 2022 خاوتنا، ملعب اول نوفمبر رايحين يلعبوا ان شاء الله بتيزي وزو، يعني رايحين يلعبوا هذه المباراه داخل ديار شبيبه القبائل في ملعب تيزي وزو. تم تغيير التوقيت، يعني التوقيت كان على الساعتين، راح يولي التوقيت باذن الله على الساعه الخامسه مساء، يعني او عصرا بعد صلاه العصر على الساعه الخامسه مساء راح يكون ان شاء الله المباراه. نتمنوا ان شاء الله كل التوفيق لشبيبه القبائل، نتمنوا ان شاء الله العوده بالنقاط ثلاثه والفوز، ونتمنوا ان شاء الله شبيبه القبائل تكون في افضل الحالات. لايك على الفيديو باش يوصلكم الجديد، خليونا الاراء تاعكم، التعليقات، توقعات نتاعكم تاع النتيجة، شحال رايحة تكون النتيجة بإذن الله نتيجة المباراة يوم غد. والسلام عليكم ورحمة الله.